ازيكم يا حلوين؟ معانا الحلقة 41 من مسلسل مشوار الونش. تبدأ الحلقة على سعيد والغفير وهو قاعد، وهو والضابط دخل عليه بيقول له: انت اللي بلغت عن الحادثة؟ قال له: اه تمام يا فندم. انا قال له: شوف دي مين؟ هي دي تبعك؟ قال له: اه هي اختي، وهي دي عربيتها. ودلوقتي حسن الونش في المستشفى والدكتور عمال يكشف عليه. بعد كده حسن طلع تعبان جدا وعمال يعمل له صدمات في الجهاز عشان وينش وهو ماسك ليلى وكان عايز يموتها، وبعد كده هيفتكر نوارة وهيفتكر الراجل اللي كان عايز يروح يقتلها هي كمان، وهيفتكر نوارة لما كانت بتبعت له رسائل وبتقول له ده بنتك شكلها حلوة قوي خاف عليها، بقى هيبدأ يفتكر كل الحاجات دي. والدكتور عمال يعمل له في الصدمات الكهربائية على قلبه وهو مش مستجيب خالص لكل الصدمة دي، مش مستجيب ان هو بيفوق. هيبدأ يفتكر بقية الحاجات، سليم الأبيض لما كان بيجري وراه علشان يطلق نوارة، وهيفتكر نوارة لما قالت له ان هي حامل، هيفتكر كل الحاجات دي. الدكتور مستمر لسه في الصدمات، هيفتكر كمان لما كاميليا راحت له البيت وشافته وهو متجوز نوارة. بعد كده الصدمات دي كلها هيبدأ يديله حقنة كمان علشان يحسن من الوضع أكتر، وهيقول الحمد لله النبض رجع تاني والدنيا بقت تمام، وهيقول للممرضة خليه تحت الملاحظة وتحت عينيكي الفترة اللي جاية دي والكام ساعة اللي جايين دي. هتقول له: حاضر يا دكتور. في الوقت ده أمه هتكون قاعدة بره وعمالة تصلي وتسلم على سيدنا محمد، وهتفضل تقول: يا رب نجيلي ابني، يا رب اشفيه، يا رب قومه بالسلامة. وهتفضل تدعي ان هو يقوم بالسلامه وانه يخف وان ربنا يشفيه، وهتقول له ان هي محتاجاه: يا رب خليه معايا، يا رب ما تحرمني منه. وهي طبعا عماله تعيط وعماله تدعي ربنا. بعد كده هنلاقي صلاح وعاشور وجورج رايحين المستشفى علشان خاطر يطمنوا على حسن، وهم رايحين جورج هيشوف دارين وهيقول له: ادخل انت يا صلاح، انا مش طايق اشوفها اصلا. وصلاح هيروح لهم وهيبص لساره كده وهيقول لها: ما انت كويسه اهو وخفيتي. ساره مش هترد عليه، هييجوا يقوموا علشان يشوفوا حسن. هيسالوا الاول على كاميليا، هيقول لهم: كاميليا ما بتردش من الصبح، طب انت ما تعرفش عنها حاجه؟ فمش مش هيقول لهم اي حاجه. وبعد كده هيوقف دارين وهيقول لها ان هو عايزها في حاجة، فهيقول هتقول له: خير، عايز ايه؟ فهيقول لها ان هو عايز يحل موضوع جورج معاها. فهتقول له: الموضوع مش هيتحل الا لما المحكمة هي اللي تحكم وهي اللي هتقول كلمتها. فيقول لها: عايزين ليه كده؟ انتوا بينكم وبين بعض عيش وملح وعشرة. فهتقول له: انا كلامي خلص، وهتسيبه وهتمشي. هيروح لجورج وهيقول له الكلمتين اللي دارين قالتهم، وبعد كده هيقول له هيسأل صلاح، هيقول له: انت قلت لهم على اللي حصل لكاميليا؟ فهيقول له: لا. بعد كده هتلاقي ام كاميليا طالعه تجري لابسه اسود في اسود ورايحه لسعيد هي وباباها، وعمالين يقولوا: يا ابني في ايه؟ كاميليا ايه اللي حصل لها؟ فسعيد هيرد عليهم وهيقول لهم: راحت عند اللي خالقها. فابوها يفضل يقول له: يعني ايه راحت؟ انت بتقول ايه؟ كاميليا ماتت. هيفضل يعيط وهيفضل يبكي وهيفتكر لما كان هو في المستشفى وكاميليا عماله تقول له: يا بابا انا هخلي حسن بقى كفايه كده عليك الشغل، وهكلم حسن وهقول له ان انت ترتاح وكفايه عليه سعيد. هيفضل يفتكر الحاجات دي كلها، وهيفتكر لما راحت له تاني وقال لها ان هو عايز يشوف ليلى بنتها. هيكون المشهد ده صعب جدا. سعيد هيفتكر كمان لما هي كانت بيقول لها ان هو عايز يخطب ندى، وهيفتكر في يوم الخطوبه بتاعته وهي عماله ترقص معاه. كل واحد هيفتكر حاجه. امها كمان هتفتكر يوم عيد ميلاد ليلى لما راحت لها وعماله تزغرط، وتقول لها: ماما ايه واحنا بفرح بتزغرطي ليه؟ فقالت لها: خلي بالك يا بنتي علشان العين، عشان ما تتحسديش. كلهم هيفضلوا يفتكروا حاجات وذكريات ليهم مع كاميليا، وهيفضلوا طبعا يعيطوا. المشهد كان مؤثر جدا جدا. بعد كده هنلاقي البوليس رايح بقى علشان يشوفوا كاميليا ويشوفوا الجثة بتاعتها طبعا في المشرحة، فهيطلعوها كده وسعيد هيكون واقف. الضابط هيسأل
المساعد اللي معاه وهيقول له ايه الاخبار، فقال له تقرير الطب الشرعي خلاص قرب يجي، هيشوف سعيد وهو منهار، هيقول له انت مين، هيقول له انا اخوها، فيقول له امسك نفسك كده يا ابني، اختك كانت مختفيه من امتى؟ فقال له والله مختفيه من اول اليوم وانا مش قادر، دي اختي الوحيده منظرها كان صعب، انا مش قادر ابص لها، وهيفضل يعيط، هيقول له احنا هنا علشان نساعدك، علشان نعرفك مين اللي عمل كده في اختك. بعد كده هنلاقي صلاح وعاشور وجورج راكبين العربيه، وبيقول له انت ليه ما قلت لهمش انه كاميليا ماتت؟ فراح قال له انت اتجننت، اقول له ايه دلوقتي؟ حسن في ظروف صعبه جدا، وما كانش ينفع ان انا اقول له ان كاميليا ماتت. هنلاقي بعد كده خميس الرازي واقف مع سليم وبيقول له انت اتجننت، اللي انت عملته ده هتلقنا كلنا، انت عارف لو جبت سيرتي في التحقيقات، لو انت اتمسكت الراجل بين الحياه والموت وممكن يموت كمان، لو جبت سيرتي انا هخلص عليك انا ورجالتي. فقال له بقول لك ايه، معاش ولا كان اللي يهدد سليم الابيض. فقال له يعني هتعمل ايه؟ قال له زي ما انا عملت معاه كده انا هخليه يخرس خالص للابد. فقال له يعني ايه هتعمل ايه؟ قال له مالكش دعوه، بس ما تهددنيش تاني. وهيتكلموا مع بعض باسلوب وحش جدا، علشان خميس هدد سليم وقال له ان هو ما يجيبش سيرته قدام البوليس. قال له على العموم انت لو عملت اي حاجه فيه تاني انا ماليش دعوه بيك، وما تجيبش سيرتي في اي حاجه، وما تعرفنيش كمان انت هتعمل ايه. بعد كده هنلاقي جورج وعاشور واقفين مع ابو كاميليا، وطبعا بيقولوا له شد حيلك وعمالين يوسوا، هيقعد يقول لهم دي بنتي انا مش عارف كاميليا يحصل فيها كده، وهيسالوه الضابط هيجي علشان يسال على ام كاميليا، وعايز بقى يعرف كل الناس اللي حواليها علشان خاطر قمت منها وربنا كتب لك عمر جديد. بعد كده هنلاقي نواره رخرة قاعده مع امها وعماله ماسكه دماغها كده وعماله تعيط علشان ابنها طبعا بعيد عن حضنها، وهي قاعدة مع مامتها هتفتكر لما كانت رايحة تسقط العيل اللي كان في بطنها، وهتفتكر الموقف ده، ولما الدكتور دخلها وهي كانت ايديها بتترعش وكانت مسمية نفسها هبة، سيد كان مسميها هبة في العيادة، والدكتور قال لها انت ليه عايزة تنزليه؟ قالت له علشان في بيني وبين ابوه شوية مشاكل كده وظروف شخصية يعني. وبعد كده مشيت من غير ما تعمل العملية. بعد كده السيد هيخطط وهيكون جاي معاه ابنها، وأول ما تشوفه هتفرح وهتفضل تكلمه وتقول له ملحقتش أشبع منك يا ابني، الحمد لله على السلامة يا ابني، وهتفضل تبوس فيه. وهو هيقول لها أول ما جبته من عند خالة وزة ركبت العربية وجيت لك على هنا جري يا نوارة، هيفضلوا يشكروه طبعا. وزة هتكون خارجة من الأوضة وهي تعبانة جدا، وهتقول لها ديكي اطمنتي على ابنك، وأكيد أنا زي ما أنت شايفة كده يا نوارة عملت اللي عليا. فقالت لها سيبيني اروح لحالي بقى. فامها قالت لها ايه اللي قومك يا بنتي من على السرير؟ ونوره قالت لها انا مش هسيبك، انت هتفضلي قاعده معايا هنا، واي حد هيجي جنبك انا هاكله بسناني. قالت لها يا نوره سيبيني امشي علشان اختفي عن عيونهم لحسن يجوا يؤذوني. وهي بتكلمها اسماعيل هيخبط على الباب وهيقول لها عايزك ضروري يا نواره. سيد هيقول له ايه يا ابو في ايه؟ ايه اللي حصل؟ فقال له انا عايز نواره في كلمتين. فهياخد نواره، نواره مش عايزه تسيب ابنها ومش عايزه تقوم، فهتقول له حاضر، فيقول لها يلا بسرعه يا نواره مفيش وقت. فهتدي الواد لامها، وبعد كده هتقوم مع اسماعيل علشان تشوف هو عايز ايه. هيدخل معاها وهيقول لها ان حسن في ناس طلعوا عليه ومسكوه وعدموه العافيه، وهو دلوقتي في المستشفى بين الحياه والموت. فقالت له ده انا لازم اروح له، انت بتقول ايه؟ سي حسن حصل له كده؟ فيقول لها انا عايزك تبعدي اليومين دول وتختفي، اوعي تروحي له. قالت له لا ما ينفعش ما اروحلوش. قال لها لا اوعي تروحي له، انا شاكك ان سليم الابيض هو اللي عمل فيه كده، وانت لو رحتي ممكن حد يأذيكي، انا عايزك تختفي اليومين دول ومش عايزك ان انت تظهري ابدا. فقالت له ما ينفعش ما ينفعش. فقال لها اسمعي الكلام يا نوارة، الموضوع بقى كبير قوي ودخل اكتر في الجد. ودلوقتي نوارة دلوقتي الدكتور وكيل النيابة بيحقق مع حسن، بيقول له السلاح ده ايه اللي جابه هناك؟ قال له انا مش جاي احقق في قضيتك انت. قال له انا عارف مين اللي عملها. قال له لا ده انا جاي اقول لك حاجة تاني، كاميليا ماتت. قال له ايه بتقول؟ قال له اه.